بتكلم النهارده على فيلم Pain and Gain. الفيلم ده من الافلام الامريكيه المشهور جدا، كان بقالي فتره كبيره قوي عايز اتفرج عليه. هنتكلم على 5 أو 6 جمل وايديومز طلعتها من الفيلم. الامريكان كانوا بيستخدموها كتير واحنا كمان ممكن نستخدمها في الانجلش. It's out of your league. It's out of your league. بس out of قلنا لحظه بسرعه ممكن نقول out of. It's out of your league. It's out of your league. يعني الموضوع ده عالي عليك قوي. تمام، انت مثلا شفت عربيه في الشارع عجبتك جدا، ولقيت واحد صاحبك بيقول لك العربيه دي جامده، بس انت عارف ان صاحبك ده فقير، فتقول له مان كمان this car is out of your league. العربيه ديت عاليه عليك قوي، مش هتقدر عليها يعني، او مش هتقدر على ثمنها. It's out of your league. تمام، مع اي حاجه بقى تانية، شفت بنت جميله مثلا، صاحبك بيقول لك البنت دي حلوه، واحده مان كمان forget it. تمام، It's out of your league because she's her father Mazen is a very rich man or a very powerful man. أبوها حد عالي أوي أو وصل أوي. It's out of your league. صعب عليك أوي البنت دي، وهكذا. She's out of your league, bro. Wow. You're on your own. لما تقول لحد you are on your own، يعني أنت مع نفسك، زي ما هنشوفها في الموفي. So you're on your own. We're gonna do this. بس ده كان معناها سلبي، يعني واحد صاحبك يقول لك يلا نسرق بنك ولا مش عارف إيه. Come on man. You're on your own. You are on your own. بس ممكن كمان نستخدمها بمعنى إيجابي لما تقول مثلا I did it on my own. I studied English on my own. تمام؟ I did it on my own. يعني أنا عملت كده بنفسي. اعتمدت على نفسي. ما يعني mother. Hadn't really had a friend since ma died. Comfy. والحاجات دي كلها سلانج عمية، خد بالك. Comfy اختصار لي comfortable. Meanwhile. Make them comfy, alright? تمام وهكذا. ده الحاجات، احتمال اعمل الفيلم مليان سلانج وكميه عاميه كبيره جدا. ممكن اعمل حلقه ثانيه اتكلم فيها كمان على فيلم Pain and Gain. Thank you and wish you all the best. Bye.